1919 بريطانيا جابوا القطر السكة الحديد والإنجليز نزلوا البلد. البلد دي قطعت لقطبه. هو كان ماشي على الصعيد القطر. ضربوا فيهم بالنار والفلاحين ضربت فيهم بالنار والفسان والغطي والكلام ده. موتوا منهم 25. بيحتفلوا 31 مارس وبيجي المحافظ يزور القرية وعاملين له شعلة هنا بيفتح الشعلة. قعدوا 4 سنين المحافظ ما جاش، ما فيش إلا السنة دي المحافظ اللي جه. بنرحب بالسادة الضيوف ومحافظ الجيزة والبلد كلها بتبقى مبسوطة. البلد بتتجدد كل سنة. كل سنة الإضاءة في تحت في البلد. بس احنا ناقصنا حاجة واحدة، الصرف الصحي. احنا جالنا مرض السرطان منه بسبب المية دي كلها. والصرف الصحي ما دخلش بلدنا. وهي المفروض بلدنا تكون أول بلد، تكون هي أول بلد على مستوى مركز البطرشية. البلد دي ما حقها تبقى مصدر سياحي، يعني مثال زي ده كده سياح تيجي تزور. مع إن البلد دي ما بتشهدش نظافة إلا لما كل الاحتفال ده ما يجي، الإضافة ما تتكبش إلا لما المحافظ جاي. ويا عالم هتخلى بعد ما يمشي ولا لا. والمية أصلا حتى بنشتريها بفلوس ومش لاقيينها. دي كمان. وغير كده مش هسفلت الطريق، بقولها نفرش سجادات. الاهتمام ما تكونش في 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 اليوم ده بس، يوم 31 مارس عشان الاحتفال والمحافظة، لكن احنا بنقول المفروض كل اسبوع زي ما شفنا كده فيه موضوع الزبالة اللي بره، والقرية بقى عاوزة صناديق الزبالة يتحط في الشوارع عشان الامراض وكده، وعاوزة قصر ثقافة ومحتاجة حاجات كتيرة جداً.